عند نهاية سوق خان الزيت وبداية سوق العطارين تتجه يمينا لتصل إلى أحدث أسواق البلدة القديمة المعروف بأفتيموس. سمي بهذا الاسم نسبة إلى الأرشمندريت اليوناني أفتيموس الذي بنى هذا السوق عام 1901. يحتوي هذا السوق على مجمع ديني مسيحي إسلامي يلتقي فيه صوت آذان وأجراس الكنائس. مسجد عمر بن الخطاب يقابل كنيسة القيامة، ونجد في هذا المكان كنيسة يوحنا المعمدان إضافة إلى كنيستين تجاورانها. هو واجهة سياحية، تعتبر واجهة سياحية أولى بالنسبة لمدينة القدس، بحيث أن السوق بتوسط منطقة في البلدة القديمة قريب جدا من كنيسة القيامة اللي برتادها تقريبا كل الزوار والحجاج المسيحيين، بالإضافة أنه بربط ما بين منطقة باب الخليل، باب جديد، باب النبي داود، عبر سوق خان الزيت لباب العمود. فهي منطقة متوسطة وتاريخها القديم أيام هادريان تقريبا 1930 ل 1935 كان هذه المنطقة تعتبر وسط البلد الأجورا. يمتاز هذا السوق بالتنوع المعماري فيه، فهو خليط من البناء الكلاسيكي الغربي والشرقي. له أربعة مداخل يتوسطها نافورة مياه مزخرفة بتماثيل تدل على عراقة هذا المكان. بنلاحظ الأقواس اللي هو ديزاين تقريبا شرقي، لكن الأقواس هاي مفهوم فيها أقواس النصر، فلما البطريرك جيرمانيوس بناها على أساس أقواس قوس ثلاثي باعتبار أنه قوس النصر. وكمان في على الأقواس بنلاحظ علامة البطركية اليونانية اللي هي ألفا أوميجا. هو السوق الوحيد اللي له بوابة بهذا الشكل، هو السوق الوحيد اللي فيه هذه الديكورات وهذه الزخرفة الحجرية. بنلاحظ أنه باقي الأسواق لها مداخل ومخارج بدون أبواب. يختص هذا السوق ببيع البضائع التراثية والتقليدية من الحقائب والمنتجات الجلدية، كما تنتشر المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات الغربية والمحلية للزوار والسياح. يعتبر هذا السوق الواقع بين سوق خان الزيت وسوق العطارين من أحدث أسواق البلدة القديمة، ما أن تمر من خلاله حتى تشعر بعراقته وجمال عمارته وتستمتع بحوانيته القديمة. من سوق أفتيموس ولبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.